مساء الخير مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتابع معكم على الهواء مباشرة فعاليات واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73 بحضور بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحن بطبيعة الأحوال في انتظار كلمات السيد الرئيس بعد قليل بمشيئة الله. هناك الكثير والعديد من الملفات التي تبدو حاضرة وبقوة على أجندة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرتبطة بطبيعة الأحوال بالهموم وبالقضايا وبالأزمات العربية كالقضية الفلسطينية، الأوضاع في سوريا، ليبيا، اليمن والعراق، وملف مكافحة الإرهاب من الملفات الهامة جدا اللي حقيقة تم التطرق إليها بشيء من التفصيل والتركيز الكبير في إطار القمة المصرية الأمريكية التي جمعت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأهمية العمل على مواجهة ومكافحة ومجابهة الإرهاب بشكل كبير. إذن تفاصيل ومحاور عدة نناقشها بالرأي والتحليل، وهذه المتابعة التحليلية المفصلة مع ضيفي الكريم في استوديو النيل وعلى الهواء مباشرة بمعالي السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير مساء الخير وأهلا بحضرتك معنا. أهلا مساء الله. أهلا بك. بداية يعني كيف تابعت المشاركة والتواجد والحضور المصري في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعني إلى أي مدى هذا أكد وترجم عودة المكانة من جديد لسابق عهدها لمصر، المكانة التي كانت تستحقها، ويمكن للأسف يعني بعض الظروف أو المشكلات اللي عانت منها مصر جعلت هناك نوع من التراجع بعض الشيء، ولكن إلى أي مدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح وبقوة في عودة مصر للمكانة التي تستحقها؟ يعني 4 سنوات من العمل الجاد والإصرار على تحقيق التغيير والاستقرار والأمن والبناء الاقتصادي كان منطقيا أن يكون لهذا مردود على الساحة الدولية. فعندما وقف الرئيس للمرة الأولى أمام الدورة 69 واليوم أمام الدورة 73، 4 سنوات من الوعود الصادقة والعمل الجاد من أجل تحويل الاقتصاد المهترئ وقتها بعد ثورتين وبعد ظروف صعبة إقليمية وداخلية، استطاعت مصر أن تبني مؤسساتها التشريعية وأن تستعيد لحمتها الوطنية وأن تنطلق من أجل إعادة البناء وهيكلة الاقتصاد في برنامج اقتصادي صعب ولكنه جاد وحظى بتقدير واحترام. حتى أمس السيدة كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي أكدوا جدارة الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي. الرئيس بيبدأ لقاءاته بكبريات الشركات الأمريكية وغرف التجارة، بينتقل للقاءات قمة هامة جدا مع الرئيس الأمريكي، في تحرك واثق، وأيضا بيعبر في قمة مانديلا مئوية مانديلا عن رؤية مصر الأكثر إنسانية القادرة أو الساعية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار العالمي الداعية للتمسك بقيم التعددية وبدور الأمم المتحدة. كل هذه الإضافات بالإضافة لكلمته بعد قليل تعبر عن دولة بتستعيد مكانتها، دولة صاحبة صوت وتأثير، ودولة يستمع إليها. لما بنشوف المشهد أيضا من 6 رؤساء دول بيلتقيهم الرئيس الأمريكي، بيلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بيشيد بدور مصر في مكافحة الإرهاب، في تبني برنامج إصلاح اقتصادي جاد، في سعيها من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي سواء كان الأمر يتعلق بليبيا أو سوريا أو فيما يخص القضية الفلسطينية. صحيح. فأنا أتصور أن الرئيس في حالة الماتيوريتي، يعني في حالة النضج الدولي، كافحنا داخليا لنستفيد بثمار هذا الكفاح والجهد. صحيح. المبذول سواء كان جهد اقتصادي أو جهد استراتيجي وأمني في مواجهة خطر من المخاطر الأهم على الساحة الدولية وخطر الإرهاب، وبالتالي اقتصاد وطني. صحيح. سليم، بنى تحتية متماسكة. مصر تقدم نفسها هذه المرة يا أستاذ أمل كفرصة استثمارية واعدة للعالم. مصر تقدم نفسها أيضا كمرجعية سياسية يعتد بآرائها ويستمع إليها، وأنا أتصور أن كلمة السيد الرئيس بعد قليل ستتبنى كل هذه الأطروحات سواء ما يتعلق بالداخل الوطني والاقتصاد
النامي وما يتعلق بالأمن والاستقرار الوطني والإقليمي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، لينتقل الرئيس ليتحدث عن الوضع في الإقليم بصفة عامة والقضية الفلسطينية بشكل محوري وأساسي. صحيح. طب فيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب، وهو من الملفات بطبيعة الأحوال التي دائما وأبدا تكون حاضرة وبقوة على أجندة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودائما ما نستمع إلى كلماته بأن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم. تابعنا أيضا القمة المصرية الأمريكية التي جمعت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما قاله ترامب سعي بلاده لخلق تحالف إقليمي استراتيجي قوي لإعادة الأمن والاستقرار من جديد في منطقة الشرق الأوسط. هذا التحالف مكون من مجلس التعاون الخليجي، المملكة الأردنية الهاشمية، ومصر بطبيعة الأحوال. كيف تابعت هذه الكلمات؟ يعني طبعا كلمة الرئيس ترامب هامة جدا. تحقيق التنسيق الإقليمي هو أمر مرتبط بإرادات شعوبه. يعني مصر عندما تتحدث عن أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمنها الوطني، العلاقات المصرية الأردنية، والنهاردة السيد الرئيس بيلتقي بالعاهل، التقى بالعاهل الأردني، وكلاهما حضر مائدة العشاء مع جوتيريس، السكرتير العام أنطونيو جوتيريس للأمم المتحدة. المشهد الإقليمي هو مشهد نعمل فيه معا من أجل الاستقرار، من أجل القضاء على الإرهاب، من أجل إعمال المبادرة الدبلوماسية والسياسية وعدم الانخراط في مواجهات تقود المنطقة لمزيد من الدمار، بل بالعكس تكون هذه اللحمة أساس للدعوة لإعادة إعمار المنطقة، لإعادة البناء. أظن مصر في مثل هذه الأطر تسعى دائما أن يكون هذا الإطار سياسيا يسعى من أجل استقرار المنطقة، من أجل التسوية وإعمال الحلول السياسية، من أجل رفع مكانة الدبلوماسية متعددة الأطراف. فلا بأس من أي تعاون إقليمي يقود لأمن واستقرار المنطقة، ولا يشكل أحلاف ولا جبهات تقود لمزيد من العنف والمواجهات. لابد أن يكون في المقابل هذا التحالف تحالف جاد يتعامل بكل حزم وقوة وشدة مع الإرهاب، مع من يقدم الدعم والتمويل للإرهاب، سواء بالمال أو بالسلاح أو بالمعلومات. ربما هذا ما أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكثير والعديد من المحافل الدولية المختلفة. أيوة طبعا، مواجهة الإرهاب بما أنه خطر عابر للحدود فلا بد من مواجهته بشكل جماعي، لابد أن تتعاون فيه كل الأطراف. فإذا كنا نتحدث عن أمن واستقرار المنطقة فالخطر الأدهم هو خطر الإرهاب، وبالطبع التنمية الاقتصادية والتعاون الإنمائي هام جدا للخروج بفرص عمل للشباب، للخروج من حالة الضائقة الاقتصادية التي تجد فيها الجماعات المتطرفة والإرهابية فرصة لنشر أفكارها الهدامة. ودي نقطة أخرى في الرؤية المتكاملة للسيد الرئيس لمكافحة الإرهاب واللي بتتبناها مصر وعرضتها في قمة الرياض الإسلامية العربية الأمريكية لو تذكري، كانت رؤية شاملة لمكافحة الإرهاب، رؤية قائمة على المواجهة العسكرية والأمنية. وأظن العملية سيناء الشاملة 2018 ترد على هذه النقطة. النقطة الثانية مرتبطة بالمواجهة الأيديولوجية والفكرية والثقافية، وأظن دور الأزهر الشريف مقدر في هذا الشأن، ودور الدولة المصرية على المستوى العالمي. صحيح. بالإضافة لتكثيف منابع الإرهاب، ولعل حصار قطر وتكثيف منابع الدعم التركي الذي يقدم للجماعات والميليشيات الإرهابية. صحيح. بالإضافة لمحاصرة أيضا الدور الإيراني الذي يدعم ميليشيات مسلحة في العديد من الأقطار العربية، مما يزيد من خطر الانقسام الداخلي ويهدد أمن واستقرار المنطقة. علاوة ربما يعني أطلت، ولكن علاوة أيضا على الدعم التنموي والاقتصادي كأساس لفتح فرص بدل من الانخراط في الإرهاب أو الهجرة غير الشرعية. صحيح. طب تسمح لنا سيادة السفير، معنا الآن مداخلة ومشاركة هاتفية من السيد جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق. سيد جواد، بعد التحية، يعني إلى أي مدى ترى أن هناك مساحة ربما كبيرة كما يراها عدد من المراقبين والمتابعين والمحللين، اتفاق وتوافق مصري أردني فيما يتعلق بالتعاطي والتعامل مع الأزمة
الأزمات والقضايا والملفات العربية المختلفة، ومن أبرزها بطبيعة الأحوال القضية الفلسطينية التي تبدو حاضرة على الأجندة المصرية وأيضا على الأجندة الأردنية. أعتقد بأن منطق الأمور يقول بأن الأردن ومصر يجب أن يتعاون تعاونا وثيقا من أجل تأمين الحقوق الفلسطينية المشروعة، لأن لكلا البلدين مصلحة مباشرة في هذا الموضوع. يعني الأردن هو مجاور للضفة الغربية المحتلة عام 67 والتي يجب أن تقام عليها الدولة الفلسطينية وعاصمته القدس الشرقية كما طالب جلالة الملك عبد الله الثاني في خطابه اليوم. وكذلك فإن مصر لها جوار مع غزة، ويهمها أيضا أن لا تكون غزة في حالتها الحالية وبيأسها يعني مفرخة للإرهاب وتجنيد الشباب الضائع الذي لا يجد فرص عمل نحو الإرهاب. نحن نريد متفقان على أن الدولتين لهما مصلحة مباشرة في الوصول إلى حل سلمي معادل ومتفاوض عليه بقضية فلسطينية على أساس حل الدولة. نعم سيد جواد، يعني كيف تابعت المقترح الأمريكي بخلق تحالف إقليمي استراتيجي واسع لإعادة الأمن والاستقرار من جديد إلى منطقة الشرق الأوسط، التعاون الأمريكي مع مجلس التعاون الخليجي ومع الأردن ومصر، توقعاتك لهذا التحالف، يعني مدى قدرته على تحقيق فعالية ونجاح ملموس على أرض الواقع؟ هو يجب أن تشكل هذه الدول في تقديري أنا تكتلاً. هذا التكتل يعني يكون له قيمة عالية ويكون له قدرة على التصدي للأعداء الخارجيين المشتركين في هذه الأمور، سواء كانت هذه الأمور تأتي من دول في الإقليم أو كانت تأتي من تهديدات من خارج الإقليم. يعني فلذلك يعني الدول العربية بالذات مطالبة الآن في الوقت الحاضر بأن يكون لها موقف وأن يكون لها كيان موحد اتفق عليه، لأنه بدون هذه الوحدة وبدون هذا التآلف وبدون هذه المشاركة فإننا نصبح كلنا لوحدنا يعني مهددين بمخاطر في إقليمية في أي مكان ومن أي مكان. أعتقد بأن هذا العمل إذا أحسنت إدارته وكانت الدول الكبيرة فيه وبخاصة الدول العربية الكبيرة متعاونة مع بعضها البعض وتأخذ الأمور بجدية، أعتقد أن هذا سيكسب الوطن العربي احتراما أكثر ويعطيه مكانة أفضل على خارطة السياسة الدولية. نعم أخيرا سيد جواد، ويعني اسمح لي أن تكون الإجابة يعني لا تتجاوز الدقيقة، يعني كيف تابعت كلمات الملك عبد الله الثاني في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أهم وأبرز ما توقفت عنده ربما من رسائل في متن وفي إطار هذه الكلمات لجلالة الملك؟ أعتقد بأنه ركز على ثلاثة قضايا هي مركزية بالنسبة للأردن. الأولى هي القضية الفلسطينية وقد سبق وأشرنا إليها، والقضية الثانية هي قضية ضرورة الوصول إلى حل إنساني سلمي في سوريا، لأنه يعني يكفي سوريا ما جرى فيها، لأنه إذا تحقق هذا الأمن في سوريا فسيحدث هذا انفراجا كبيرا في المنطقة. والقضية الثالثة هي قضية اللاجئين، يعني إحنا لا نريد أن تكون علاقاتنا في الغرب علاقات قائمة على كره الإسلام من ناحية أو الخوف من الإرهاب من ناحية، يعني يجب علينا أن نصل إلى توافق مع الدول الغربية بأنه لا بد من أن يتفاهم المسلمون والمسيحيون في هذا العالم، وهم يشكلون على الأقل حوالي يعني 60% أو 3% من سكان العالم. في هذه الحالة لا أمن ولا استقرار إلا إذا حصل هذا الأمر، ونحن في الحقيقة نجد في كثير من الدول الأوروبية وحتى في داخل الولايات المتحدة رسائل إيجابية بهذا الاتجاه، ليس كل الناس يعني وصلت
وصلت الفكرة بشكل كبير. السيد جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا. سيادة السفير محمد حجازي، يمكن حرص السيد الرئيس بطبيعة الأحوال على عرض التجربة المصرية الناجحة في القضاء على الإرهاب والبؤر الإرهابية المختلفة، النجاح في القضاء على خفافيش الظلام والإرهاب الأسود، ولكن في المقابل مصر تحتاج أيضا إلى رؤية موحدة ربما للإرهاب أو تكاتف حقيقي من قبل المجتمع الدولي، فكرة خلط الحابل بالنابل، يعني بعض الدول تتعامل مع المجموعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة على أنهم مجني عليهم أو على أنهم ضحايا، فإذا دخلنا في إشكاليات عدم التصنيف والتوصيف الجيد للإرهابي سنجد أنفسنا أيضا ندخل في إشكالية كيف يمكن أن نتوحد لمكافحة ومجابهة ومحاربة. أظن الأمور أصبحت أكثر وضوحا الآن، يعني العالم يخوض هذه المعركة منذ عدة سنوات، وأصبح واضحا أن الخلط المتعمد الذي كان يسود من قبل لم يعد مقبولا الآن. تلك الجماعات والميليشيات المسلحة مدانة، شأنها شأن من يمولها ومن يساندها ومن ينقلها ومن يعالجها. لم يعد الأمر سرا أن هذه الميليشيات استخدمت في مناطق النزاع لتفتيت الدول القومية وللقضاء على الحكومات المركزية والاستيلاء على ثروات البلاد وتركها نهبا للطامعين من الإقليم ومن خارجه، وبالتالي كل من رفع السلاح ضد وطنه فهو خائن وهو إرهابي، وكل من مول هذه الميليشيات وهذه الجماعات واستهدف أمن واستقرار جيرانه هو أيضا شريك في هذه الجريمة. وبالتالي استمرار مكاشفة المجتمع الدولي، استمرار المطالبة بالمواجهة الجماعية، التأكيد على أن الإرهاب هو في كل مكان ومهما كانت مسمياته لابد من مواجهته بشكل شامل. لا يمكن أن نواجهه في سوريا ونتركه في إدلب، لا يمكن أن نواجهه في منطقة ونتركه في ليبيا. شاهدنا طرابلس تدمر على أيدي ميليشيات مسلحة تتلقى السلاح بشكل واضح وصريح من تركيا ومن قطر، وتمول هذه العمليات ونقل الجنود. حتى السيد سامح شكري منذ يومين نبه إلى عدم ترك ممرات آمنة للإرهابيين في إدلب. من المسؤول عن نقل هؤلاء؟ لابد من مكاشفة، ونظن كلمة السيد الرئيس ستكون صريحة وواضحة في هذا المجال، لأننا لم نكتوي وحدنا من هذا الخطر ولم تسقط دماء شهدائنا للانتهاء من هذا الأمر بدون كلفة قاسية. وبالتالي مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته هو أمر ضروري وهم، دون خلط في المسميات ودون تصنيفها ما بين جماعات وأخرى. كلها مدانة وكل من مولها ودعمها مدان، وعلينا أن نسعى للقضاء ومحاصرة هذه الأطراف. يمكن تبدو التجربة المصرية في محاربة ومجابهة الإرهاب تبدو شديدة الصعوبة بعض الشيء، لأن مصر تخوض معركة أو حربا ضد الإرهاب، وفي المقابل هناك معركة بناء وتنمية وتشييد. يعني في كل الأحوال هذا البناء وهذه التنمية لا تتم في ظروف عادية، وإنما تتم ويعني جنودنا أيضا في المقابل يدافعون عن الوطن في مواجهة الإرهابيين والميليشيات المسلحة. كيف ترى صعوبة التجربة المصرية، وإلى أي مدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون حريصا في عرض وتسجيل الرؤية المصرية أمام العالم أجمع في الكلمات المنتظرة له بعد قليل بمشيئة الله؟ يعني الرئيس سجل في كلماته منذ 4 سنوات حتى الآن سلسلة الإنجازات المصرية والوعود التي تحولت إلى حقائق ووقائع. عندما تحدثنا عن برنامج إصلاح اقتصادي، خضنا برنامج إصلاح اقتصادي شاق وصعب ولكن حظي بتقدير واحترام المجتمع الدولي وحقق نجاح يحسب للقائمين عليه وعلى رأس كل من تحمل مسؤولية إنجاح هذا البرنامج، والذي أشاد الرئيس السيسي بشعبه العظيم الذي تحمل تبعات هذا البرنامج لنصل إلى النجاح. وإن شاء الله تكون العوائد القادمة، لأن المدخلات بنى تحتية هامة جدا، نتكلم عن 5 إلى 7 آلاف كيلومتر طرق، بنى تحتية في قطاع الطاقة، بنى تحتية في قطاع الكهرباء، بنى تحتية في قطاع المصارف والبنوك، بنى حديثة في التشريعات الداعية للاستثمار الخارجي. ده اللي قدمه الرئيس في اليوم الأول لجمعيات وكبرى الشركات الأعمال،
طبعا احنا متوقعين ايضا ان تضيف الاستثمارات والاكتشافات الهامة لغاز شرق المتوسط مصدر هام للطاقة، مما يشجع مزيد من الاستثمارات. ولكن أيضا أضيف أن القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار هو عامل جذب رئيسي في هذه المنطقة، عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية، انطلاقة مصر في الإطار الدولي لما الرئيس الأمريكي يلتقي بست رؤساء من بينهم الرئيس المصري، أمر ذو دلالة، مائدة العشاء منذ قليل التي استضافها غوتيريس وتضم الرئيس الأمريكي والعاهل الأردني والرئيس المصري على المائدة الرئيسية، كلها معاني تعكس مكانة هذه الدولة التي عندما يتحدث رئيسها بعد قليل يستمع إليه، لأنها يعني كلمات تصدر عن ثقة وتعبر عن مصداقية الموقف وتعبر عما نصب إليه جميعا من مجتمع دولي ملتزم بالقواعد القانون الدولي، بعيد عن الأحادية والفردية وفرض الإرادة. طيب كيف تابعت أيضا اللقاءات التي تم عقدها يعني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اللقاءات الثنائية التي جمعت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالكثير من الزعماء والملوك والرؤساء وأمراء بعض الدول في أهمية التنسيق والتشاور فيما بينهم فيما يتعلق بالقضايا العربية والإقليمية والدولية بشكل عام؟ طبعا أحد مكاسب منتديات بهذا الحجم تشارك فيها 193 دولة، أنك إذا لم يأتي العالم إليك أنت تذهب إليه، ففي نيويورك تلتقي بكل القادة لتبحث قضاياك وشؤونك، سواء كانت ثنائية في لقاءات السيد الرئيس مثلا بالرئيس الأمريكي أو بجمعيات رجال الأعمال، أو ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالإقليم أو بأوروبا. شفنا المستشار النمساوي ورئيس المجلس الأوروبي بيلتقي للمرة الثانية في أسبوع واحد بالسيد الرئيس، أي أن هناك مصالح جادة ومشتركة. أنا أعلم أنهم يتحدثون في الهجرة غير الشرعية، ومصر تسمعهم أن الرأي الأمثل لمواجهة الهجرة غير الشرعية شأنها شأن الإرهاب يجب أن يكون شاملا، يجب أن لا ينصب على المسائل الأمنية وحظر الدخول وإنشاء منصات في شمال إفريقيا، بل يكون من خلال إتاحة الفرص الاقتصادية وإتاحة قنوات للهجرة الشرعية. بالإضافة لذلك هي فرصتك أمام منتدى العالم، أمام هذا المحفل الديمقراطي الذي يشمل كل ثقافات الدنيا، الذي يشمل كل شعوب العالم بصوت واحد لكل دولة، أمام هذا المنتدى تتحدث عن قضايا المنطقة، ترسخ معالم الحل بالنسبة للقضية الفلسطينية، تعيد التصويت على أهمية الأمم المتحدة والدبلوماسية متعددة الأطراف، تلك الدعوة التي كررها تقريبا معظم قادة الدول، وهي عنوان الدورة الحالية 73، بالإضافة لعرضك لرؤاك سواء كان الأمر يتعلق بأفريقيا التي سترأس اتحادها 2019، أو ما يتعلق بقضايا العالم النامي فيما يخص رئاستك لمجموعة 77 والصين. فمصر متعددة الهويات، متعددة المواقع الجغرافية، صاحبة الرؤى السياسية، تستطيع أن تعبر في كلمة الرئيس بعد قليل عن كل تلك المعاني، بالإضافة لمساعيها من أجل استتباب السلم والأمن الدوليين، بالإشارة إلى أيضا مكافحة الإرهاب العابر للحدود، المواجهة العادلة للهجرة غير الشرعية، الحديث عن الوطن وما حققه من إنجازات، الحديث عن الأمن والسلم الإقليمي والأمن والسلم العالمي. طيب على ذكر سيادتك سيادة السفير لقمة مجموعة 77 والصين، هذه القمة التي تترأسها مصر حاليا، هي في كل الأحوال تجمع اقتصادي ولكن تؤخذ أو يتم التعامل معها من منظور سياسي، كيف ترى هذه القمة وأهمية فعالياتها والتي تحاول بشكل أو بآخر في بحث احتياجات الدول النامية المختلفة ربما في إطار القضايا الدولية مثل الحوكمة التجارية أو تغير المناخ؟ هي تضع الأجندة الخاصة بدول العالم الثالث في مواجهة الأطراف الأكثر نفوذا وقوة فيما يخص القضايا الدولية، فهي عندما تتحدث كصوت ل 134 دولة، هي الاسم مجموعة 77 لكن هي 134 دولة، عندما يتحدثون كصوت واحد هم يؤثرون في مسار المفاوضات الدولية، سواء تلك المتعلقة بالتجارة الدولية والاقتصاد العالمي المنحاز بشدة لصالح الدول الأولى، وتنتقل لقضايا المناخ فتوحد المواقف وتطالب بحق إفريقيا في التنمية وحق إفريقيا في مبادرات من أجل التصنيع ومن أجل الأمن والاستقرار وإتاحة الفرصة، تلك الفرصة التي
يستغلها العالم الأول دائما للقضاء على أي مساحة للحركة والتنمية والعدالة الاقتصادية الدولية. ده موقف مصر اللي بتعبر عنه كرائد من رواد دول العالم الثالث يقود في هذه المرحلة المنتدى الاقتصادي والسياسي والتنموي الأهم اللي هي مجموعة 77. طب ده فيما يتعلق ب يعني ترأس مصر قمة مجموعة 77 والصين، ماذا عن المشاركة المصرية وكلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة نيلسون مانديلا للسلام، هذا الرمز والنموذج الهام جدا للقارة السمراء الذي قدم تضحيات كثيرة، تضحيات ربما لا تعد ولا تحصى لرفعة شأن القارة السمراء بشكل كبير، كيف تابعتها؟ لا سيما أن مصر بمشيئة الله ستترأس في يناير القادم الاتحاد الأفريقي. قمة السلام أو احتفالية مئوية نيلسون مانديلا لم تكن احتفالية بالشخص فقط وبرمزيته وبقيمته السياسية والإنسانية والتاريخية، ولكن بالاحتفاء بالقيم الإنسانية المهدرة، القيم الإنسانية التي تحطمت بسبب القرارات الأحادية التي قادت لحروب في العراق وفي العنصرية والتمييز وتفتيت المجتمعات المتماسكة والتعدي على حرمات الدول وحدودها الإقليمية وسلامتها الجغرافية في تجاهل قضايا عادلة مثل القضية الفلسطينية، إهدار مبادئ الأمم المتحدة والدبلوماسية متعددة الأطراف لصالح قرارات أحادية جائرة تضر بالأمن والاستقرار العالمي، عودة الإنسانية لقيمها الرصينة التي يعني تشاركنا في صناعتها، احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وتمكين المرأة والشباب ورعاية الإنسان صحيا وتعليميا وتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والمساواة، كل تلك المعاني ضمنت في البيان الختامي لقمة نيلسون مانديلا ليكون العقد القادم 10 سنوات من الانتماء لهذه المعاني والمعايير التي تعبر عنها هذه الدورة، وعبرت عنها قمة مانديلا، وعبر عنها أنطونيو غوتيريس سكرتير عام الأمم المتحدة، وعبر عنها السيد الرئيس في كلمته، والتي أيضا سيضمنها كلمته الرئيسية حتما بعد قليل. طب إلى أي مدى سيادة السفير يمكن أن تخرج يعني كما نتابع كلمات الزعماء والرؤساء والقادة، ربما تقدمهم رؤى مختلفة، توصيات مختلفة، البعض يعني يقدم بعض النداءات ربما في متن الكلمات، إلى أي مدى يمكن أن تنجح الأمم المتحدة كمنظمة دولية كبيرة وعريقة في تلبية يعني احتياجات وطموح وأمال الشعوب بشكل عام، خاصة بطبيعة الأحوال الشعوب المظلومة والشعوب في الدول النامية؟ الأمم المتحدة ستظل هي الإطار الأشمل، والجمعية العامة تحديدا سيظل برلمان الشعوب، والحديث الرصين لقادة ودول العالم وانتمائهم للقيم والمبادئ الإنسانية اللي عبروا عنها أمس ويعبروا عنها في كلماتهم، انتمائهم لاقتصاد دولي أكثر عدالة، انتمائهم لقضايا السلم والأمن وتسوية النزاعات ونزع السلاح، هو تصويت جديد سنوي من قادة العالم حول ما يرونه أمثل الغياب، البعد متعدد الرأي متعدد القيم. معا نستطيع يا أستاذة أمل أن نحقق أهدافنا العادلة، معا نستطيع أن نسوي النزاعات، أما إذا تركناها للأجندات الفردية وللقرارات الأحادية سنصطدم بمنغصات مثل قرار نقل السفارة الأمريكية وتدمير عمليات السلام والانحيازات غير المبررة لمواقف أطراف لم تقدم كطرف اليمين الإسرائيلي، لم يقدم لعملية السلام أي شيء، ولم يتقدم في أي مرحلة من مراحل النزاع بأي مقترحات بناءة تقود لحل أو حتى لمجرد بحثها، بل الضغط على الطرف الأضعف، الطرف المتمسك بالقيمة من أجل أن يتخلى، ولا توجد شعوب تتخلى عن مبادئها تحت ضغوط سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو حتى عسكرية وأمنية. فالاحتلال بيعمل معوله وبيدمر في الجسد الفلسطيني منذ 70 عاما، ولكن شعب شامخ وأبطال يقفون، وفي حاجة فقط لإسناد، وليس هناك أفضل من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم هذا الإسناد.
طب حقيقة يعني ده فيما يتعلق كما ذكرت بالقضية الفلسطينية، أعتقد من المنتظر أيضا أن يتطرق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للأوضاع في سوريا وأزمة اللاجئين والنازحين والمشتتين عموما بشكل عام، والفكرة والرؤية والاستراتيجية المصرية في التعامل مع هذا الملف. يعني أهالينا في سوريا بيعيشوا معنا في مصر حالة من الانصهار، حالة من الاندماج، لا توجد في مصر معسكرات أو مخيمات لاستقبال اللاجئين مثلما هو الحال في بعض الدول الأخرى. كيف ترى الرؤية المصرية في التعاطي والتعامل مع أزمة اللاجئين والنازحين، وإلى أي مدى هذه الأزمة تحتاج بالفعل إلى تكاتف دولي كبير، وجود إرادة ورغبة وأيضا تمويل لاستضافة اللاجئين على أراضي بعض الدول؟ الحل الأمثل لقضية اللاجئين يكون بتسوية النزاع السياسي، فليس هناك أغلى من الوطن. صحيح. حتى لو كانت كل الدول قد فتحت أبوابها، إلا أن الوطن يظل هو نقطة الجذب الرئيسية. ما أن تستقر الأوضاع في منطقة في سوريا حتى يعود لها أهلها على الفور، ومن يبقى فهو أخ عزيز يعيش في وطنه الثاني، ولكن تكون الأوطان دائما متاحة لمن يرغب في العودة. وبالتالي عملية تسوية النزاع والمطالبة، وأتمنى أستاذة أمل أن نطالب بمشروع مارشال دولي لإعادة إعمار ما دمرته التدخلات الخارجية وداعمي الميليشيات المسلحة، أن تتضافر الجهود الدولية من أجل إعادة إعمار سوريا وليبيا والعراق واليمن المدمر، وهكذا تنشأ حالة معنوية داعمة لعملية التنمية والبناء، بدلا من هؤلاء تجار السلاح وتجار البشر ومتاجري الإرهاب وأصحاب الأفكار المتطرفة، لنعيد اللحمة الدولية تجاه بناء المستقبل بدلا من الانخراط في عملية تدمير الحاضر. أظن ده هيكون مطلب هام جدا، وأنا أتصور أن عملية إعادة الإعمار قادمة، ولعل من المناسب أن تكون الدعوة من مصر. طيب لو انتقلنا من سوريا لليبيا، وحقيقة مصر مشغولة ومهمومة بشكل كبير جدا بالملف وبالأزمة الليبية، ونجد أن هناك تعاون عسكري على مستوى عالي جدا ودعم عسكري مصري للجيش الوطني الليبي في محاولة لمساعدته بشكل أو بآخر للقضاء على الدواعش والجماعات الإرهابية والعصابات المسلحة. كيف ترى شكل وطبيعة العلاقة المصرية الليبية؟ يعني ثبت بالدليل القاطع صواب الموقف المصري، الجيش الوطني الليبي هي الجهة الوحيدة المؤهلة لضم كل مكونات الشعب الليبي في صف واحد، والمشهد في طرابلس وتوغل الميليشيات المسلحة على المكان وعلى الشعب وعلى المقدرات الاقتصادية والسياسية يؤكد أن هؤلاء الذين أيدوا تلك الميليشيات ويدعموهم حتى اليوم هم خطر على الأمن والسلم في المنطقة وفي العالم، وبالتالي حصارهم ودحرهم أمر مطلوب. ليست فقط القضية قضية ميليشيات إرهابية مسلحة، ولكن من يمولهم ومن يساندهم، سواء كان الأمر يتعلق بتركيا أو بقطر أو بإيران أو بغيرهم من البلدان التي تستخدم الإرهاب لتحقيق أغراض سياسية. والتأكيد دائما على حقيقة الدور المصري في أهمية الحفاظ على هوية الدول العربية، على المؤسسات، على الأنظمة، بصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف على طبيعة النظام، ولكن من يقرر مصير هذه الدول هي الشعوب، والتأكيد على رفض مصر بشكل كبير أي دولة أخرى للتدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول للأسف، وهذا ما أدى إلى دمار ربما أوطاننا العربية والإسلامية بهذا الشكل الذي نراه الآن. لم يعد سرا الآن أن الإرهاب متصل بالجريمة المنظمة بالإتجار في البشر، لم يعد سرا أن الإرهاب يتاجر في الآثار، لم يعد سرا أن الإرهاب يتاجر في ثروات الشعوب، لم يعد سرا أنه جزء من المخدرات والإتجار فيها. المعنى الأهم هو أن هناك من يستخدم هذا السلاح لإعماله في تدمير مؤسسات الدولة القومية حتى يتفرد بثروات البلاد، ولعل المشهد في العديد من البلدان يؤكد ذلك، حتى أن الإحصاء الذي اطلعت عليه يعني منذ أيام قليلة أن الإرهاب يحقق سنويا تريليون وخمسة من عشر، رقم مخيف يحيي أننا أمام جريمة منظمة وتخطط لها وتستفيد منها أجهزة ودول وميليشيات وعصابات. طب هل
طيب سعادة السفير، يعني احنا نحن في انتظار الآن كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني إلى أي مدى ترى معالي السفير أن هناك حرص ربما أو شغف عالمي للاستماع إلى مصر، للاستماع إلى حديث مصر، للاستماع إلى رؤية مصر في التعامل وفي التعاطي مع القضايا والملفات المختلفة اللي بتشغل المنطقة وبتشغل أيضا العالم؟ يعني مصر دولة صادقة في كل ما تصبو إليه، سواء كان الأمر يتعلق بأمنها واستقرارها أو أمن واستقرار المنطقة أو تسوية النزاعات، كنا نتحدث عن ليبيا أو فلسطين أو سوريا، هي تسعى من أجل صالح المجتمع الذي تنشده. كان الأمر يتعلق بصالح الشعوب فتجدي مصر، إذا كان الأمر يتعلق بالسلام تجدي مصر، إذا كان الأمر يتعلق بالتنمية الجادة وصوت إفريقيا والعالم العربي تجدي مصر، إذا كانت هناك دولة باحثة عن حسن الجوار تجدي مصر. هذه المجموعة من القيم والمبادئ التي ندافع عنها نحن نمارسها في سياستنا الخارجية، وقد قضيت كل سنوات عمري في العمل الخارجي نتبنى هذه الرؤى التي تعمل لصالح الأمن والسلم العالمي، لا تتآمر على أحد كما قال السيد الرئيس مرارا، هي من أجل مصلحة الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي. طيب كيف ترى يعني التوازن في ملف السياسة الخارجية المصرية، التوازن في العلاقات وفي المصالح مع دول العالم أجمع، يعني وألا تنصب فقط البوصلة المصرية تجاه قبلة دولة بعينها دون الآخر، التوازن مع في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، الدول الأوروبية، الدول الإفريقية والآسيوية أيضا؟ يعني الرئيس قادم من الصين الأسبوع الماضي، كان في قمة الصين أفريقيا الفوكاك، وهو الآن في الأمم المتحدة وفي لقاء ثنائي مع الإدارة الأمريكية وعلاقة وطيدة مع آسيا. طبعا مصر رئيسة الدورة القادمة للاتحاد الإفريقي، عضو مجلس سلم وأمن إفريقي، كانت عضو لمدة عامين 16-18 في الأمم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبالتالي مصر رئيسة مجموعة 77 والصين هي دولة بتسعى من أجل تحقيق أهدافها الوطنية في إطار من احترام القانون الدولي واحترام مبادئ الجوار وحسن التعامل مع القضايا بما يخدم أهداف التنمية وبما يحقق رخاء الشعوب، سواء كان شعبنا أو شعوب المنطقة أو العالم. يعني نحن جزء من منظومة القيم الدولية، نحن جزء من منظومة الأمم المتحدة، نحن جزء لا يتجزأ من قيادة المنطقة نحو الأمن والاستقرار، نحن فقط ضد الإرهاب، صحيح. نحن ضد الجريمة المنظمة، نحن ضد التجارة غير المشروعة في البشر، نحن مع التنمية والرخاء والاستقرار. دولة بمثل هذه الصفات الكريمة، صحيح. دولة دور قائم على العدالة والإنسانية والمساواة وحماية مصالحه ومصالح منطقته، دولة تستحق الاحترام، صحيح. والاستماع إليها، صحيح. فمصر يعني زي ما تقولي مؤشر يحتذى، تحتاج إليه الدول وتستمع إليه وتتوجه إليه بالنصح في القضايا خاصة التي تهم منطقتنا. طب يعني نعلم جميعا أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، إلى أي مدى ترى أن الاستقرار السياسي وأيضا الاستقرار الأمني في مصر بينعكس بالإيجاب على جذب الكثير والعديد ربما من الاستثمارات من مختلف الدول العالم، وحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ربما من خلال المشاورات واللقاءات الثنائية التي جمعته مع بعض من الزعماء والرؤساء بعرض التجربة الاقتصادية المصرية وتقديم مجموعة من التطمينات لجذب المستثمرين إلى مصر دون عائق أو حاجز يحول دون المجيء إلى مصر؟ في عدة عناصر، تحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب، مشهد تتابعه كل وسائل الإعلام حتى لو يعني كان حدثا صغيرا تعرضه بشكل مبالغ فيه، والآن نجد أن الحملة الشاملة لقواتنا الباسلة قادت إلى القضاء على الإرهاب مما يحقق للاقتصاد أهدافه، فلن يأتي لك مستثمر أو لن يأتي لك سائحا إلا لو كان مطمئنا لاستثماراته أو مطمئنا على حياته، وبالتالي مصر دولة أمن واستقرار
وأمان، ودولة يستطيع خلال المستثمر أن يحقق أرباحا هامة في ظل برنامج إصلاح اقتصادي وبنى تحتية حديثة، وبالإضافة إلى ذلك أمن كان بتعكسه الأحداث بعد نجاح مواجهتنا الشاملة رغم الصعوبات التي واجهناها. طيب اسمح لنا سيادة السفير نتوقف بشكل سريع لمتابعة أهم وأبرز ما جاء في الصحف المحلية متابعة لفعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73 والمشاركة القوية بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فتحت عنوان مصر تتحدث فليستمع العالم. أكد خالد ميري رئيس تحرير صحيفة الأخبار في مقاله إن العالم على موعد مع كلمة زعيم مصر في التجمع الأهم لقادة دول العالم، وقال إن العالم تأكد من صدق ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل خطاباته السابقة بالأمم المتحدة والتي حذر فيها من خطورة الإرهاب وخطورة من يمولونه ويدعمونه بالمال والسلاح والمعلومات والإعلام، فما زال الإرهاب خطرا دائما يضرب الأبرياء في كل مكان، وسيظل ما لم يستطع العالم ويستمع لكلمة مصر ويتكاتف الجميع في مواجهته. والآن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من قلب الأمم المتحدة نتابعه.